السلام عليكم ليديز اند جنتلمان، انا عايز احكي لكم النهارده على اخا خان، مش ابراج اخا خان طبعا، انا هكلمكم على اخا خان. اخا خان دوت اللي بنى الازهر بارك، بس اصل حكايه اخا خان تبتدي من يا سيدي بدايه، اسمع يا سيدي، تبتدي من الخليفه، بسم الله، الخليفه الفاطمي المستنصر بالله. كانت قواعد الاماميه الشيعيه كانت قواعد الإمامة الشيعية تنص على انتقال الإمامة في الأعقاب للبكر. يعني عشان ألخص لكم الكلام وما أقولكمش كلام تقيل، المفروض الخليفة ابن البكر هو اللي يتولى، لكن كان عنده يا سيدي وزير اسمه الأفضل ابن بدر الدين الجمالي. نقول الجمالي، الجمالي ما كانش عاجبه الكلام دوت. لما مات الخليفة كان عنده ولدين، الابن الكبير اسمه نزار والابن الصغير اسمه المستعلي. بص يا سيدي، قال لك الوزير، قال لك احنا لو جمع الاعيان والقاده وقال لهم البكر عنده شخصيه وده ما ينفعش معانا، احنا عايزين واحد سهل وطيع وناخده تحت بطنا، طب نعمل ايه؟ قال لك خلاص احنا نقول ان الخليفه قال ان الصغير المستعلي بالله هو دوت ان الخليفه طلب ان هو يكون بعديه. وفعلا اليوم التتويج قال للناس ان الصغير ده هو اللي الخليفه طلبه، فجه كبير نزار الكبير قال لك ازاي؟ ده انا والدي كاتب لي ان انا ابقى بعديه. المهم فطن للموضوع دوت، نزار خب بعضه وقال لهم انا هجيب لكم الورقه، وراح خالع منهم طلع على الاسكندريه، ومن اسكندريه كان عنده انصار هناك وفعلا عمل جيش، لكن الجمالي كان اذكى من كده بكتير واقوى، قدر ينتصر عليه واعتقل نزار، او نقدر نقول بالمصري قفش نزار. قفشه وعمل فيه حركه غريبه قوي، دفنه حي. لكن الكتب مش كلها برضو تبع جمال، في غير جمال، يعني في واحد في غيره، النزار نفسه كساب كتب وقال ان انا لا انا ما اتدفنتش حي، انا اتدفنت حي بس قدرت اهرب وهربت من، وكمان مش هربت، ده انا كمان كان عندي ولد وهربنا من القاهره لاسكندريه، ومن اسكندريه راحوا وطلعوا على بلاد فارس اللي هي ايران دلوقتي، وفعلا عمل لنفسه دوله. وكان حفيد نزار دوت يا سيدي هو اخا خان، اخا خان دوت هو يا سيدي اللي بنى الازهر بارك. واقدر اقول لك كمان الافتتاح ايه اللي حصل بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، في عهد الرئيس محمد حسني مبارك افتتحت السيده سوزان مبارك، الله يرحمه مبارك، افتتحت السيده سوزان مبارك سيده مصر الاولى جمعيه حديقه اسوري حديقه الازهر في 25 مارس 2005 الموافق 15 صفر 1426، والحديقه هديه من سمو الامير الاخا خان لمواطني القاهرة تخليدا لذكرى أسلافه الفاطميين طبعا الذين أسسوا مدينة القاهرة جوهر الصقلي الدولة الفاطمية، وقد أنشأتها مؤسسة الأغا خان للثقافة بالتعاون مع محافظ القاهرة اللوحة التأسيسية لحديقة الأزهر. وده يا سيدي أغا خان ببساطة. إن شاء الله المرة الجاية أجيب لكم أصل حكاية جديدة. Thank you, have a good time, see you later. السلام عليكم.